تيجي نشوف وقفة رمضان نفكرك. ايه رمضان قريب بقى، كل سنة وانتم طيبين. ايه والكابتن فتحي قال ان هي دي مهارة، لو هي جاهزة معاك يا احمد عادل يعني نفكر. انا كنت شايف ان هي كانت واقفة عادية بصراحة يعني، ورمضان صبحي ما شاء الله كان كله مهارات. وبعدين الكرة مطلوب فيها شوية استفزاز، طالما استفزاز يعني ايه يعني، ما هو دي كانت، ما هي دي كانت استفزاز، هي مش اكتر من كده يعني، اكتر من استفزاز وثقة وانت كسبان. هي من الجانب التحكيم لازم، انا بشوفها يعني في وجهة نظري ممكن يبقى سوء سلوك، ولكن الحكم ما تغاضى عنها، ما اتكلمش. اتعاملت من لعيبه نجوم كتير، واتعاملت من نجوم بالزبط كتير يعني، ساعات نجم الكره جايه له يروح نازل بركبته موقفه بركبته وتوقف تحكيم. وده كريستيانو بيعمل حاجات غريبه، يعني حاجه غريبه الكره بظهره يعني، طالما هي بس كانت التوقيت زي ما قلت لك دايما كسبان بتتاخد، بتتاخد بمفهوم تاني عندنا. خلاص كفايه بقى احمد عادل عشان ما تقلبش الموجع. بالظبط. طيب